فنان متميز وقدير الفنان أحمد سلامة. ودايما لما بنقول الفنان أحمد سلامة بنتذكر أدوار كثيرة جدا قدمها سواء في السينما أو في التلفزيون. أهلا بحضرتك وسعداء بيك معنا. أنا سعيد والله إن أنا عامل المداخلة دي معاك. ربنا يخليك، دايما بنسعد بيك ودايما أنت فنان ملتزم ولك هدف وبتقدم فن راقي، وأنا سعيد إن احنا نلتقي في مناسبة وطنية هي انتخابات الرئاسة. أنا ميرسي يا دكتور خالد، ربنا يخليك. اهلا بيكم فناننا الجميل احمد سلامه، ودايما بناخد راي فنانينا اللي بيمثلوا قدوه في المجتمع عن رؤيتك لثلاث ايام من العرس الديمقراطي المصري اللي شفناه وشاهدناه جميعا في كل ربوع مصر. اقول لحضرتك الحقيقه الناس كانت كلها من الإقبال الغير مسبوق على صناديق الانتخاب. الحقيقة إلا أنا، يعني يمكن أنا الوحيد اللي ما انتهشتش، لأن أنا دايما يا دكتور خالد براهن على وعي هذا الشعب بجد، دايما براهن على وعيه وعلى إحساسه بمسؤوليته، في مواقف كتير جدا حصلت في السنوات العشرة 15 سنة الأخرانيين بينت معدن هذا الشعب، ومش بس العشر أو الخمستاشر سنة اللي فاتوا. الحقيقة دايما هذا في اللحظات اللي بيسموها حاسمة، يعني بيعبر عن، يعني بنفهم قد إيه هو واعي وقد إيه هو حاسس وقد إيه هو مقدر مسؤولية ما يحاك لهذا الوطن الحقيقة. فالعالم بيندهش. أنا الحقيقة في هذه الانتخابات أنا كنت متأكد وكنت مراهن وكتبت ده فعلا على السوشيال ميديا، أنا براهن على هذا الشعب، لأنه هذا الشعب يحمل جينات أقدم شعوب الأرض الحقيقة. صحيح. يعني وأنا مش مستغرب خالص من هذا الإقبال، وأنا سعيد، بس مش مستغرب، أنا سعيد لأن دايما لما تراهن على هذا الشعب هتكسب فعلا. صحيح. لا، ورهانك كان رهان صائب، لان دائما الشعب المصري في كل ملمات في كل الازمات بنجد المعدن المصري الاصيل هو اللي بيظهر. ويمكن يعني لازم اتكلم معاك في الدوافع، هناك دوافع لهذه المشاركه، ان الناس خرجت بكل مستوياتها التعليميه فئاتها العمريه. يمكن التحديات اللي بتقابل الدوله المصريه في الفتره الاخيره هي اللي دفعت المصريين ان يخرجوا ليعلنوا دعمهم للدولة المصرية. والله يا دكتور الدوافع كتير جدا. لو ابتدينا بما يحدث لهذا البلد، احنا عايشين مصر الجديدة فعلا فعلا فعلا، يعني كلنا ملاحظينها، ومش في العاصمة فقط ومش في المدن الكبرى فقط، في كل مكان. كم من المدن اللي بيتبني، القضاء على العشوائيات. أقول لحضرتك إيه، يعني أنا خايف أنسى حاجة، يعني صحيح. أنا لازم يبقى مقرر على أولادنا في المدارس الحقيقة ملخص لحكاية وطن. صحيح. كيف هذا الوطن في هذه السنوات بشكل مستحيل يحصل عمل مصر جديدة. وده طبعا راجع لهذا الرجل الصادق اللي بجد في كل مره بنحس قد ايه هو بيحب هذا الوطن، قد ايه هو مخلص لهذا الوطن، قد ايه هو محب لهذا الشعب بجد ومحب لهذه البلد بجد. صحيح. الحقيقه ده شيء لا يخفى على احد، يعني صحيح. دايما فناننا الجميل احمد سلامه بنقول ان كل مواطن في مصر بمختلف مستوياته التعليميه او فئته العمريه هو شريك في هذا الوطن، ولكن الفن رساله، والدراما التلفزيونيه هي اسرع الاشكال الاعلاميه في تشكيل الادراك العام. ازاي بترى دور الفن في الفتره الجايه والدراما المصريه في ترسيخ مفاهيم صحيحه تعبر عن الهويه المصريه؟ هو بس يا دكتور خالد انا عايز اكمل الدوافع اللي خلتنا نشوف هذا الاقبال، علشان اوريك هذا الشعب قد ايه متحضر، هذا الشعب قد ايه فاهم وواعي. يعني مش هتكلم عن الانجازات، لان الانجازات بتتكلم عن نفسها الحقيقه.
لكن هتكلم على ما يحاك لهذا الوطن. صحيح. قد ايه الناس حاسه فعلا بالمسؤولية تجاه تراب هذا الوطن، قد ايه سينا مصرية ومش هتبقى غير مصرية. صحيح. قد ايه الناس فاهمة المخطط ومكتشفة الحقيقة التهجير لسينا، قد ايه عارفة التوازنات اللي حصلة الدولية في هذا الموضوع تحديدا او في هذا الملف تحديدا. صحيح. فنازلة تقول يعني تفويض اخر الحقيقه، يعني انا بسمي هذه الانتخابات اللي مرت مش مجرد انتخابات وتقدم مره اخرى لهذا الرجل اللي القدر الحقيقه وربنا صحيح ما بيعملش حاجه مصادفه. صحيح. ياتي بهذا الرجل في هذا التوقيت علشان يصعد بهذا البلد الى هذه المكانه اللي هي فيها دلوقتي. صحيح. انا بشكرك، انا طبعا بشكرك وسعيد جدا بالمداخله دي، وبندعوك انك تشرفنا ان شاء الله في الايام القادمه في التلفزيون المصري من خلال برامجنا ومن خلال برنامجنا ان شاء الله، تشرفنا ونتكلم اكتر على دور الفن والدراما. لو اطلت على الضيفه الكريمه مع حضرتك، احنا سعداء بيك جدا، مفيش اطاله ولا حاجه، احنا سعداء بفناننا القدير احمد سلامه، وننتظرك ان شاء الله في مسبير وبيتك الاصلي لتشرفنا على شاشه التلفزيون. انا متربي فيه الحقيقه. انا عارف. طبعا. شرفتنا ونورتنا.